اهلا وسهلا بكم من جديد بحلقتنا اليوم. كل بنوته محجبه اكيد تنتظر هاي الفقره. اليوم فقرتنا بنات عن البنوتات المحجبات. مثل ما تشوفون انا لابسه لكم هذا الفستان من السنتر التركي، وراح نحكي عن الكولكشن الجديد للفساتين البنوتات المحجبات. شوفوا تفاصيله الحلوه، واختارت لكم هذا اللون جدا انيق ومميز من كولكشن الفساتين لهذا الموسم. راح ينورنا اكيد الفاشن ديزاينر سلام الجابري من السنتر التركي ويعرفنا اكثر عن الخامات والقصات للبنوتات المحجبه واكيد الوانها. نورتنا، اهلا وسهلا. طبعا بالبدايه نرحب بكم ونرحب بالكادر اليوم نورينا بالسنتر وحضرتي سي سمارة، شرفتينا وكل الهلا بيك. بالبداية خلينا نتعرف أنا وياك عن البنوتات المحجبات. مثل ما تعرف أنه حاليا أغلب البنوتات حتى السافرات يلجؤون للفساتين اللي نقدر نقول عنها مستورة طبعا نوعا ما، فلأنه نقدر نقول أغلب أعراسنا صارت مختلطة فنلجأ لهيجي نماذج من الفساتين، فأنتوا وفرتونا هاي الفساتين. خلينا نحكي عن القصات والألوان ونغشش مشاهدينا شنو اكثر لون حاليا ترند بهذه الفتره. اكيد هو نظام طبعا الحجاب طبعا هو نظام بحر أكيد. يعني واسع، لان تدرين يعني احنا بمجتمعنا يكون الفساتين المحجبه هو الماشي صح. ليش؟ لان قلت لك مناسباتنا كلها طبعا تكون مختلطه نعم. فواحد يعني يختصر الموضوع بالحجاب وهذا الشيء الدارج نعم. طبعا عندنا هسه هذين الفساتين، انا كلش داحب مبدئيا الالوان وبنفس الوقت الخامات هسه عندنا طبعا. شوف هذا نحكي عن هذا الفستان، هذا القماش مالته الفستان حجاب، وشوف الشغل مالته بالصدر يجي طبعا هذا. شوفي الشغل هذا يجي كله طبعا شيك يدوي، والقماش مالته هذا على جورجيت اللي خلينا نقول بروح الناعم نعم. وبنفس الوقت الحلو ده اشوف اني مثل ما تشوفون بنات اني لابسه هذا الفستان تقريبا بالضبط. نفس اللي انا لابسته صح بالضبط نفس الفكره. الحلو انه يكون حتى اذا حبيتوا تلبسون توربان مثل ما انا لابسه يغطينا منطقه الرقبه، عندكم هذا التفاصيل الحلوه والشغل اللي يكون بالايد شغل يدوي كلش حلو ومميز طبعا. بالاضافه للقصه شوفوا التفاصيل الحلوه اللي بالقصه تسوي لنا الجسم، يعني اذا بنوت عدت شويه كرش راح يضيع اكيد اكيد كلش حلو انا حبيته. خلينا ننتقل لهذا الفستان. شوف هسه هذه الفكره، هذا يجي ستن هذا الماشي، هذا يكون الشغل بيه اكثر يمكن بالضبط. الكسرات اللي بالصدر شوف هذا المخصر، القماش مالته يكون هذا واسع مو خلينا نقول الجسمي والعدل نعم. الاسلم هذا لا يختلف. الحلو بيه بنات هذا ما نحتاج اي اكسسوار مثل ما تشوفون، هو من عندنا عندنا الشغل بهاي الطريقه وعلى الصدر وحتى على الاكتاف بطريقه كلش حلوه ومميزه. خلينا نشوفه. شوفي هيك الفكره طبعا القماش يجنن بنات، الكواليتي مالته جدا عالي. هذا صيفي الحلو بيه مثل ما تشوف سلام انه هنا عندنا التفاصيل الكسرات هذا الشغل يعني مارتة. هذا باللبس بنات دمار أكيد. ولونه اكثر شيء يمكن يقول يناسب كل انواع البشره. الماشي هسه هذا الدارج نعم، لان هذا يعني خلينا نقول يشتغل الصيفي والشتائي بس صحيح. اكثر شيء هذا صيفي أكثر هسه هذا الكولكشن الجديد يعني يمكن طبعاً. نقول البنوتات اللي بشرتها سمراء بالضبط بالضبط اكيد طبعا. فهسه هذا جماليه الفستان يعني بهيك شيء يكون خلينا نقول 85%. ليش؟ لان هسه مثلا اي زبونه تخلي ميك اب وتسوي خلينا نقول اكيد فهذا راح يختلف طبعا. انا جغري. انت من البدايه من اختارت هذا الفستان ايه؟ صراحه ما يعني ما حسيت بنات هيك حيطلع علي بالضبط. لان تشوفيه تقولين بسيط بالضبط. بس من تلبسيه كلش انيق ومميز يختلف اختلاف جذري باللبس اكيد اكيد. احنا دائما ما نحكم على الكتاب من عنوانه بنات ايه طبعا. بس يعني بنفس الطريقه شوفوا مثلا عندكم هذا الفستان الشغل يكون به حتى كل الشغل هذا هاند ميد. شوف الفكره مالته الموضوع شنو؟ الموضوع يعني ما يختصر يا اما يلبسوا الشغل ده تشوفوه يا اما بالاكمام مثل ما انا لابسته او بهاي الطريقه. يعني البنوتات اللي يحبون يلبسون اكسسوارز هواي يقدرون يقتصدوها ويلبسون الفستان اللي يكون به شغل على الاكتاف بالضبط. حتى يقدرون يتحكمون بالاكسسوار. بس اذا حبيتي تبتعدين عن الاكسسوار فيكفي انه تاخذين فستان هو منه وبه الشغل، يعني يغنيش عن الاكسسوار كلش حلو ومميز ونفس الوقت طبعا أيوة. الموضوع هو ما يختصر بس على الحجاب طبعا عندنا الكولكشنات اللي موجوده اللي يكون يعني مال المدعوين او مال الخطوبه يجي الفكره مالته يختلف اختلاف جذري أكيد. ليش؟ لان يعني الشغل مالته كله يختلف بس نعم. احنا قلت لك الحجاب هذا نظامه واحد. احنا اليوم بنوتاتنا المحجبات لهم حصه كل أكيد. حجاب اكيد. فراح نحكي عن طبعا احنا اخذنا جزء من الكولكشن لما نقدر نشوفكم كل الكولكشن المكان صحيح اكيد المكان ما يكفي واكيد وقت برنامجنا همينا ما يسمح. شوف هسه هذا الفكره هذا ديزاينه يختلف شلون هسه انت لابسته بس الحلو ان الشغل بهاي الطريقه بالضبط. البزمه اللي بردن شوفي كلش حلوه هذا فكرته مختلفه. هسه هذا الكولكشن الجديد انا هاي كلش حابه هاي الفكره صراحه بالضبط. ما يجي هذا الردن العدل يعني حتى من تلزمون بنات مبين شغل يدوي لانه ثقيل كلش مرتب اكيد اكيد.
هذا طبعا نفس القصه اللي انا لابستها بالضبط. من الكولكشن يعني نقدر نقول الكولكشن لهذا الموسم للبنوتات المحجبه هو هذا الفستان السواري اللي يجنن. عندك هسه هذا الموديل، هذا فكرته يختلف القماش نعم. مالته يعني خلينا نقول هذا القماش هذا حلو الوضف. مثل التنوره فوق هاي كلش حلو مرتب. هذا بنات اذا عندكم هاي المنطقه تحابين تبينون بها فوليوم اكثر فهاي القصه كلش راح توالمكم. ليش؟ لانه هاي تعطيكم باف يعني يعطينا وساعه لمنطقه الورك اكثر أكيد. فكلش حلو أكيد. شوفوا الشغل الحلو طبعا كلش حبيت هذا الفستان خبر كلش انيق اللمعه اللي بالفستان تجنن يعني من نفس لون القماش تكون به نقدر نقول شنو نسميه هذا القماش مالته يقول احنا على ستنات بس هذا اللامع مو المات صح هذا ايه؟ المات بالضبط وهذا اللامع هذا اللامع البي كلش حلوه بنات القماش مالته هذا اللي يكون واقف بالضبط صح قماشه واقف وهذا الشيء دا اقول لكم بنات انه يعطينا يعني حتى ما يحتاج لا كوي ولا شيء بالضبط دوبر. صح هذا ايه؟ يعني يغنينا عن انه نحير شلون كوي والشغل اللي بيه مثل ما تشوفون بنات وعلى الستراس اللي بيه من نفس لون الفستان كلش حلو انيق ومميز وبنفس الوقت يسوي لنا الجسم لعابه عشان ايدك سلام زين بنات زين هسه احنا نريد نشوف مشاهدينا ونسال البنوتات اللي يسالون المحجبات طمع. شنو البنوته اللي نقدر نقول بشرتها بيضه يرهمونها اي لون فساتين اكيد والبنوته السمراء اكثر شيء وين تلجا لاي الوان يعني هسه خلينا نقول البيضه ايش تلبس؟ تلبس الطواخات حتى يكسر هذا الشيء نقول شويه يفتح يغمق بشرة بالضبط بالضبط بينما هسه مثلا خلينا نقول البشره السمراء ايش تختار؟ تختار هيك الوان الدارجه هسه هيك فكرتها يعني الالوان خلينا نقول الوردي النودات بالضبط اللون النود مالته وهسه الموديلات اللي دارجه سمائيات البحري حلو هذا هسه هو يعني مال الموسم فالفكره مالته هيك يعتمد اذا بنوتاتنا وكل بنوته محجبه او كانت سافره تقدرين تستفادين من هاي فقرتنا هذا اليوم اتمنى تكونوا استمتعتوا شكرا لك اكيد يا سلام اهلا وسهلا كلش استفادنا من المعلومات الحلوه القصات تجنن بنات والتفاصيل اللي بيها كلش حلوه الجو دائما للالوان النودات اذا انت بيضه تقدرين تستخدميها ثاني بنات مو بيضه انا ما اعتبر على بنات البيضه نقدر نقول حنطاويه بس انا لابستكم هذا اللون لانه تقدرون انتم تتنسقوه ويا لون حجاب تغيرون بالاكسسوار تقدرون تستخدمون ميك اب ابسط مثل ما قال احنا عندنا سلام نوه انه كل فستان اكيد راح يتغير ويا الميك اب يعني تقدرين تختارين الميك اب اللي يوالم بشرتك وايضا يتناسق ويا الفستان اذا حبيتوا اكيد هاي الفقره راح نسوي لكم فقرات قادمه انتظرونا خلينا نرجع لل